تواصل الدولة تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للإصلاح الاقتصادي بما يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي والمستوى المعيشي للمواطنين. التوجهات الاقتصادية للدولة والهدف لتعظيم مستوى الاستثمار الأجنبي وتوحيد سعر الصرف أدت إلى ردود فعل إيجابية من مختلف المؤسسات الدولية الرائدة عالمياً. جهود مستمرة تبذلها الدولة لتعظيم المكاسب الاقتصادية في إطار خطتها للإصلاح الاقتصادي مختلف الأبعاد، وأهم هذه الخطوات توحيد سعر الصرف وفقاً لآلية العرض والطلب بما يقضي على السوق الموازية للعملات الأجنبية ويخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. استمرار التداعيات الخارجية الناجمة عن تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية خلفت تأثيراً سلبياً على معدلات النمو الاقتصادي في مختلف الدول وألقت بظلالها على الاقتصاد المصري وانعكست من خلال ضغوط تضخمية، لكن ذلك لم يمنع الدولة من مواصلة جهودها البناءة والتي مثلت حائط صد أمام الاهتزازات الاقتصادية العالمية. ومع اتجاه مصر لتعزيز ثقة المستثمرين في قوة وصلابة الاقتصاد، تكلل هذا المنحى بصفقة تنمية منطقة رأس الحكمة من خلال جذب استثمارات تتجاوز 35 مليار دولار بشكل عاجل، مع ضخ استثمارات بقيمة 150 مليار دولار لاستكمال المشروع خلال السنوات القادمة. كما وقعت مصر اتفاقيات عدة لجذب استثمارات ضخمة في قطاع الهيدروجين الأخضر الواعد، وهو ما وفر لمصر موارد دولارية مستدامة. قرار توحيد سعر الصرف قابلته ردود فعل دولية إيجابية من أهم المؤسسات الدولية وأبرزها صندوق النقد الدولي، والذي أكد أن الإجراءات الاقتصادية في مصر خطوة قوية تهدف إلى تحرك مستدام نحو سعر صرف موحد تحدده السوق والحفاظ على القدرة على تحمل الأعباء واستعادة استقرار الأسعار. وفي ترجمة عملية لهذه الثقة، وقعت مصر اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية الهادفة إلى استكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق، وذلك بقيمة 8 مليارات دولار. وكالة فيتش وموديز للتصنيف الائتماني كانتا مواكبتين للتطورات الاقتصادية في مصر، إذ أشارت الأولى إلى أن تعديل سعر الصرف من شأنه دعم التعديل الناجح في المسار الاقتصادي من خلال زيادة تدفقات التحويلات والاستثمارات النقدية، فيما أكدت موديز تعديل التصنيف الائتماني لمصر إلى إيجابي. كما أوصى بنك جي بي مورغان في وول ستريت بشراء أذون الخزانة المصرية لأجل عام. بدوره أكد بنك جولدمان ساكس أن الإجراءات المصرية تزيل قدرا من المخاطر عن المستثمرين، بما يعني تدفق المزيد من الأموال وانعكاس الأمر على صلابة الاقتصاد بصورته الكلية.